طيب رقم اتنين، خد المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية انطلاقا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه، علما بأن النادي لم يتلقى أي مكاتبات من كاف بشأن هذه المباراة حتى الآن، ويتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين، خاصة وأن هذه المباراة بمثابة العنوان الرئيسي لأكبر وأهم المسابقات الإفريقية. طيب مهم جدا أن أنا أقول لحضراتكم هنا الأهلي بيؤكد على خوضه هذه المباراة في أي ملعب داخل القارة الأفريقية. الأهلي ولا بيخاف ولا الأهلي دائما ما يبحث عن حقوقه، واللي يهمه هو مصلحة ناديه فقط. واللي النادي الأهلي بيطالب بإيه؟ حقه في إقامة المباراة في ملعب محايد. ما هو ده اللي بيقوله النادي الأهلي، إن أنا حقي إن أنا ألعب هذه المباراة في ملعب محايد. ولكن قرار الاتحاد الافريقي بان هذه المباراه تلعب للسنه الثانيه او للسنه الثالثه على التوالي، السنه الاولانيه كان الاهلي والزمالك لو كان من المفترض هتكون قرعه، ولكن الاهلي والزمالك في 2020 فاتلعبت المباراه في القاهره، ولكن كان من المفترض ان هي هتلعب في المغرب، السنه اللي فاتت المغرب، السنه دي المغرب. فده بسم الله الرحمن الرحيم ده غلط، ما يصحش، ملناش علاقه بالنادي، ملناش علاقه باي حاجه، ولكن هنفضل ورا حقوقنا وهنفضل ورا التزاماتنا، واهم حاجه مصلحه النادي الاهلي.